خيار البحر وهو حيوان بحري يعتبر صديق البيئة الأول، له دور فعال في عملية الاتزان البيئي لأنه يتغذى على رواسب البحر ويطلعها على شكل رمال مشبعة بالأملاح الغذائية اللي تساعد على نمو الطحالب والنباتات البحرية. خيار البحر يعيش على أعماق من 0 إلى 4000 متر ويتحمل درجات حرارة مختلفة تصل إلى التجمد. دور الحيوان هذا يقتصر على ترشيح المياه من المواد الضارة، وينظف البحر والمحيطات من المواد البترولية، وما ننسى دوره بأنه يقوم بتطهير وتنظيف الرمال. خيار البحر له أهمية كبيرة للإنسان، فالصينيين استخدموه في الأكل وبعد كدواء، فهو علاج لالتهاب المفاصل والروماتيزم، وكذلك هو يعتبر منشط جنسي طبيعي.